استراتيجيتان لتسريع القراءة. هناك عدد من الطرق والاستراتيجيات تساعد على اكتساب عادة السرعة القرائية، منها الطريقتان التاليتان: أولا، استراتيجية اقتناص جوهر المعنى. تعتمد هذه الاستراتيجية على اقتناص جوهر المعنى والقفز عن التفاصيل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة قصور الفهم. اقتناص جوهر المعنى يعني التركيز على الأفكار الرئيسة للموضوع والمعلومات والمفاهيم والتفضيلات التي يعتني النص بتقديمها وإيضاحها. وهناك معينات تساعد القارئ على اقتناص جوهر المعنى، منها: دع الكاتب يحدد لك الأفكار الرئيسة. في هذه الأيام ليس عليك أن تبحث عن الأفكار الرئيسة، حيث إن كل من يكتب كتابا أو مجلة أو تقريرا أو ما شابه ذلك يقوم بنفسه بعملية تحديد الأفكار الرئيسة والتغيرات المهمة في الموضوع. كما نلاحظ أن كل مادة منشورة في هذه الأيام تعتمد على كتابة عناوين رئيسية بين الفقرات وإبرازها، لتحدد بداية مناقشة كل فكرة سواء كانت جديدة أو فرعية. وهذه العناوين تقدم لنا نقاط المواد التالية لها فيما يشبه الكبسولة. وطبعا لا بد أنك شاهدت مثالا لذلك فيما قرأته من كتب وصحف وتقارير. كما يلجأ الكاتب أحيانا إلى حيل الطباعة، مثل الكتابة بحروف مائلة أو كبيرة، أو وضع خطوط تحت العبارات والكلمات أو القوائم الرقمية أو اللوحات أو الحروف، حتى يمكن الحقائق المهمة والأفكار الرئيسة على التميز على من حولها. كما يساعد الكاتب باتباعه لأعراف النص بذكر الأهداف أو وضع ملخصات أو استخدام الرسوم والجداول أو تنظيم الفقرات بطرق منها السؤال والجواب، التعميم والتخصيص. كما تساعد العناصر الفنية لنوع النص، مقالة أو تقرير أو رسالة إدارية، ومعرفة القارئ بها على الوصول إلى الفكرة الرئيسة أو الأفكار التي يريد. ثانيا، ابحث عن الجمل الإرشادية الدالة على الموضوعات. عندما لا تقودك أشكال الكلمة المطبوعة إلى ما يهمك، وعندما لا توجد عناوين لإرشادك، فعليك أن تبحث عن الجمل المفتاحية الدالة على الموضوعات. فمعظم الفقرات جيدة الصياغة تحتوي على جملة واحدة مهمة تلخص محتوى الفقرة كاملة، وهذه هي الجملة المفتاحية أو الإرشادية. ثلاثة، لاحظ العلامات التي تحدد تغيير الموضوع. إنك لا تحتاج أن تقرأ كل جملة إرشادية للموضوع، كما تستطيع بمجرد التجول ببصرك أن تعثر على أكثر التغيرات أهمية في الموضوع. فقد تشير كلمات معينة إلى أن فكرة جديدة على وشك أن تبرز، وأن مادة حاسمة مساعدة على وشك أن تظهر. وعادة ما تأتي مثل هذه الكلمات في بداية الفقرات حيث يسهل التوصل إليها. رابعا، القفز عن الشروحات والأمثلة والتفصيلات الثانوية. لا تقع في مصيدة التفاصيل واقفز عنها، فالتفاصيل ليست هي ما تريد، وعليك بالبحث عن النقطة أو الفكرة الرئيسة. إن معظم ما يكتب
يهدف التوصل إلى نقطة محددة، ثم تأتي التفاصيل لمجرد إيضاح هذه النقطة، وأنت غالبا ما تقرأ للوصول إلى هذه النقطة أو النقاط. فالتفاصيل المحددة التي تؤدي إلى ذلك قد لا تتعلق بهذه النقاط. في مثل هذه الحالة عليك بالبحث عن الكلمات الرئيسة المتعلقة بنواحي اهتمامك، ويمكنك القفز عن ما تعرفه تماما، ما هو غامض جدا ويصعب فهمه، الشروحات، الجمل التي تشرح الفكرة الرئيسة، الأمثلة، ما يقدمه الكاتب من أمثلة تدعم الفكرة الرئيسة أو توضحها، الاستطرادات، الجمل التي تخرج عن لب الموضوع، الاستدلالات، ما يقدمه الكاتب من أدلة وشواهد واقتباسات تدعم الفكرة أو تثبت صحتها، الحجج والمجادلات الإقناعية، الحجج التي يقدمها الكاتب لإقناع القارئ بصحة الفكرة. إنك قد تحتاج أحيانا إلى التعرف على التفاصيل، خاصة تلك المتعلقة بموضوعات معينة، لكن معظم التفاصيل في المادة التي بين يديك قد لا تكون مرتبطة بالموضوع الذي يهمك. فهناك أجزاء معينة فقط هي التي تتناول جوانب مهمة بالنسبة لك، لذلك ركز على تحديد وقراءة الأجزاء التي لها علاقة باهتمامك، وسوف تكسب وقتا ثمينا بهذه الطريقة. اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة قصور الفهم. يمكنك حين تواجه قصورا في الفهم في القراءة السريعة أن تقوم ببعض الإجراءات التي تعالج هذا القصور، ومنها تأجيل التفكير في المشكلة على أمل أن تتضح إجاباتها في النص لاحقا، تسجيل ملحوظة للعودة إليها فيما بعد، طلب العون من مصادر خارجية، استخدام المعجم. فالقراءة الذكية إذن هي قراءة تبحث عن جوهر المعنى، وتقفز عن الحشو والتفاصيل، وتتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة قصور الفهم. الاستراتيجية الثانية، استراتيجية منظم الأيدي أو الطيران بالأيدي. في هذه الاستراتيجية للقراءة السريعة تستخدم يديك كمنظم لحركة عينيك على السطور، وتتطلب منك فقط استخدام إصبعك السبابة. فإذا كنت تستخدم يدك اليمنى فإنك تستخدم سبابتك اليمنى، وإذا كنت أعسر استخدم سبابتك اليسرى، حيث تكون اليد على شكل قبضة بينما السبابة تكون في وضع الإشارة. مرر سبابتك تحت الكلمات من أول السطر إلى آخره، وكأنك تضع خطا تحتها، مع التركيز على الكلمات التي فوق إصبعك مباشرة. وعندما تنهي السطر تنتقل إلى السطر الذي يليه بحركة سريعة وسلسة قدر الإمكان، وسواء أكان التحريك بالإصبع أو بالقلم فكلها تسمى منظم القراءة، وهو الشيء الذي يساعد القارئ في تتبع ما يقرأ. ويمكن التنويع في حركة اليد بما يناسب المادة المقروءة أو السرعة المستهدفة أو الهدف من القراءة. ومن الحركات المستخدمة على سبيل المثال تتبع كل سطر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أي قراءة كل شيء من المنتصف إلى أسفل الصفحة مباشرة، أي قراءة الجمل الواقعة في وسط السطر، قراءة سطر والقفز عن سطر أو سطرين بعده، من أعلى إلى أسفل بشكل متوازن، من أعلى إلى أسفل إلى أعلى على شكل رقم 7.
ويستطيع القارئ تحديد مدى سرعة الحركة على الصفحة، ما يعطيه تحكما كاملا، فيستطيع الإسراع في قراءة الموضوعات السهلة أو القراءات التي تتميز بالإسهاب والحشو والإبطاء في الموضوعات الصعبة أو المهمة المفصلة. وفي تطبيق هذه الاستراتيجية فوائد منها: المساعدة على قراءة مجموعة من الكلمات، حيث تساعد اليد على التقسيم بسهولة، وقراءة مجموعة من الكلمات بإرشاد العينين لعدد محدود من الخطوات. 2- التقليل من النطق الصامت للكلمات بتمرير العين على الصفحة بطريقة أسرع من إمكانية القراءة لكل كلمة، وبفعل ذلك يكون عليك اختيار الكلمات التي تستمر في قراءتها سرا. وبالتمرين الإضافي ستتعلم كيف تقلل من نطق الكلمات المهمة والكلمات غير المألوفة. تقليل التراجع والارتداد البطيء، فإن استخدام اليد بشكل كبير يقلل من التراجع والارتداد البطيء، حيث تستهلك هاتان المشكلتان نصف وقت القراءة تقريبا. تركيز الانتباه في موضوع القراءة، فاليد عضو فعال في التركيز الجيد، تساعد القارئ على تحديد الانتباه في الموضوع، وتساعده في الاستغراق والتعمق في الموضوع الذي يقرأه بإضافة حاسة اللمس إلى القراءة. متى تبطئ سرعتك؟ تحدثنا عن القراءة السريعة، لكن من المهم كذلك أن يدرك القارئ أنه وإن تمكن من هذا الأسلوب في القراءة وصار يقرأ بسرعة، إلا أنه قد يكون ضروريا في كثير من الأحيان أن يبطئ من سرعته. فمتى يبطئ من سرعته؟ يجب على القارئ أن يخفف من سرعته عند مروره بمصطلح غريب أو جديد، فعليه أن يستجلي معناه وأن يسبر غوره ليدرك ما يرمي إليه، لأنه إن تجاوزه دون حرص على ذلك فلعله لن يستوعب معنى الجملة أو ربما الفقرة بأسرها. كذلك ينطبق الأمر ذاته عند المرور بتركيب لغوي صعب أو غير مباشر، فلا بد من التمهل للوقوف على معناه ومراده. كذلك فإن القارئ وخصوصا في قراءة المذاكرة والدراسة عليه أن يتمهل عند فقرات التفصيل والشرح الدقيق وعند تلك المواد التي يدرك حاجته إلى فهمها بعمق.